المسلمين كانوا أو أجانب وتضمن قام بها القطاع مع كل الشركاء. وزير التجارة وترقية الصادرات. تأتي أهمية اجتماعنا اليوم من حيث أنه يسلط الضوء على الدور المنوط بأحد أبرز آليات الدبلوماسية الاقتصادية، ألا وهي مجالس رجال الأعمال. إن هذه الآلية التي تعتبر حديثة النشأة ضمن تعداد الآليات التي تؤطر العلاقات الاقتصادية بين الدول، قد أثبتت أهميتها مؤخراً كفضاء رحب يجمع بين الفاعلين الاقتصاديين لتشجيع التواصل والتفاعل بينهم وتمهيد الطريق من أجل بناء شراكات متبادلة النفع والفائدة سواء في المجالات التجارية والاستثمارية. وقد كانت الجزائر من الدول السباقة قارياً ودولياً إلى استحداث مثل هذه الآليات بدءاً من تسعينيات القرن الماضي. إن استقراءنا للسياق الدولي والرهانات الاقتصادية العالمية تفرض علينا اليوم وأكثر من أي وقت مضى مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون بين الفواعل الاقتصادية لإرساء شبكة علاقات قوية مبنية على مبدأ رابح رابح مع كل الشركاء الاقتصاديين لبلادنا. ولهذا الغرض فإن دور مجالس رجال الأعمال لا ينبغي أن يقتصر فقط على تعزيز التبادل التجاري، بل يجب أن يتعداه إلى نسج وتشبيك شراكات استراتيجية واعدة.